زميلاتي وزملاء الأعزاء ضيوفنا الكرام، يسعدني أن أرحب بكم في دار الكتب الوطنية، وأن أرحب خاصة بأصدقائنا من الكويت في هذا اليوم الذي تسميه الشاعرة الكويتية والسيدة الفاضلة سعاد محمد الصباح يوم الوفاة، وتخصصه في كل سنة في بلد عربي لتكريم أحد أعلام الثقافة العربية. يؤسفني أن تكون السيدة سعاد غائبة عنا لأسباب صحية، لكن يسرني أن أقرأ لكم مقتطفة من رسالة لطيفة التي تفضلت بإرسالها إلي، وتقول فيها: يسرني أن أهدي مكتبتكم الموقرة بعضا من النتاجات الأدبية التي أحاول فيها أن أزرع مزيدا من الورد بما تبقى من العمر، ومزيدا من الأمل في شرايين الحياة، وأن أقطر ماء الشعر في عروق الأرض لئلا يجتاح اليباس. ويشرفني أن أحتفل اليوم بالأستاذ الفاضل والصديق الوفي الحبيب جنحان، وأن أفيدكم بشهادة في شأنه، بشهادة شخصية في شأنه. قلما التقيت في حياتي بشخص يربط بين الفكر والثقافة والالتزام السياسي، بل ويعتبر الثقافة نفسها موضوع التزام، مثل الأستاذ الحبيب جنحان. يكفي أن أقول لكم إنه نقابي وسياسي ومؤرخ ومدرس وإعلامي وكاتب وأديب ورحالة، ويكفي أن أقول إنه مؤسس ورئيس سابق أو عضو لعدة جمعيات وهيئات محلية وأقليمية ودولية، أذكر منها على سبيل الذكر للحصر اتحاد الكتاب التونسيين والجمعية التونسية للتاريخ والآثار ونقابة التعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، والمكتب الدائم لاتحاد المؤرخين العرب، والمجلس القومي للثقافة العربية إلى آخره. ويكفي أن أضيف أنني عرفت فيه شخصا ملتزما ومؤمنا بوظيفة المثقف النقدية، وأنه كان يهاتفنا ويدعونا إلى الاجتماع كلما اشتدت المحن بهذا الوطن، فيقترح علينا اتخاذ موقف عمومي جماعي مما يهدد البلاد قبل الثورة وبعدها. يكفي هذا الغيظ من فيض لتتضح لكم صورة المناضل حامل القلم منذ أن كان طالبا زيتونيا يحلم بتعليم حديث ويناظم من أجله ويساهم في معركة الاستقلال، إلى أن أصبح في تونس ما بعد الثورة يدافع عن الدولة المدنية وعن الحداثة السياسية، ثم أصبح يريد وضع أسوق كلامه وضع تجربته النضالية في المجالين السياسي والنقابي تحت تصرف الأجيال الجديدة في سبيل تثبيت قيم المواطنة والحرية العامة في التربة العربية كما يقول في سيرته العلمية. وأعتقد أنه حريص في كتبه الأخيرة خاصة على مخاطبة الناشئة والأجيال القادمة، ويبذل في هذه الكتب الأخيرة جهدا بيداغوجيا وتعريفيا وتبسيطيا مشكورا يروم منه التعريف لمقومات الحداثة السياسية والديمقراطية والحكم الرشيد. ولا يفوتني أن أذكر لكم العلاقة المطيدة التي تربط الحبيب جنحان بهذه المكتبة، المكتبة الوطنية التونسية. فعندما كان طالبا زيتونيا تردد على الخلدونية وحضر دروسها التنويرية، وجمعته أواصر البحث والمعرفة بالآباء المؤسسين بمن أعتبرهم آباء المؤسسين لهذه المكتبة تدريجيا، وأبرزهم الأستاذ العلامة حسن حسني عبدالوهاب والأستاذ عثمان الكهار. ولكم في بعض صور المعرض الوثائقي
الموجود في ظهر المكتبة شهادة على ذلك، وقد أخذنا الصور من الموقع الشخصي للأستاذ. وآخر وجه من وجوه علاقتي بالمكتبة أنه في سنة 2010 أهدى مجموعة من كتبه عرضناها في هذا الفهرس، أهديها إلى المكتبة الوطنية. إذن شكرا للأستاذ الحبيب جنحاني على حسه الوطني والمواطني وعلى ثقته في المكتبة الوطنية، وشكرا للأستاذة السيدة الفاضلة سعاد محمد الصباح على تنظيم هذه التظاهرة وعلى إعدادها هذا الكتاب، كتاب طائر الحرية، وعلى أكيد أقول مؤسستها للوفاء. يعني هذا الشعور الجميل الذي نحتاج إليه كثيرا، الدكتورة سعاد مؤسسته وجعلت منه تقليدا سنويا، هو وفاء نحو مثقفي العالم العربي. شكرا للسيد الوزير على قبوله الإشراف على هذا الاحتفال، شكرا للسيد صبري بشتوبجي على الحضور أيضا، وشكرا لكل من ساهم بالكتابة وبالحضور في تكريم هذا السيد النبيل. أحيل الكلمة الآن إلى السيد وزير الشؤون الثقافية. معالي كاتب الدولة صبري البشتوبجي، السيدة المديرة العامة لدار الكتب الوطنية للدولة الإسلامية، السيد علي مسعودي مدير مؤسسة سعاد الصباح للنشر، ومن خلاله تحية للسيدة سعاد محمد الصباح. يشرفني أن أكون بينكم ومعكم اليوم تكريما واحتفاء بشخصية فردة جمعت بين الثقافة والجامعة، بين الأدب والتاريخ، بين المناحي وقطاعات التعابير في جلة في كل الفنون وجلها. إذ يعتبر الأستاذ حبيب جنحاني من أبرز الجامعيين المناضلين من أجل تطوير المعرفة والدفاع عن حرية الفكر والكلمة، فقد امتد نشاطه على أكثر من 60 سنة دون كلام من أجل إرساء ثقافة تونسية مستنيرة تعطي للعقل والفضول المعرفي المكانة التي يستحقانها. فهو ابن لروافد تقليدية وحدثية توصل وتؤلف بين الكثير منها في توقيت وخصوصا. فقد خاض تجارب متنوعة بمراكز البحث شرقا وغربا، وهو ما يحيل عليه محتوى سيرته التي حملت عنوان سيرة ذاتية فكرية. كما أسهم في المخاض الثقافي للدولة الوطنية الناشئة، وكان من أبرز المدافعين على إرساء مشروع ثقافي تقدمي وتنميري تونسي وعربي. ولعل في لقاء هذا المساء الذي نحتفل به في صدور كتاب تكريمي نشرته مشكورة مؤسسة سعاد الصباح الكويتية، ولأهمية الشهادات والمساهمات التي احتوي عليها دليلا إضافيا للأجيال الجديدة للاستفادة من مسار رجل علم ونضال ساهم بعمق في تطوير الفعل المعرفي كما الثقافي التونسي العربي. وهي فرصة تتاح لنا أيضا لكي نجدد مع المكتب به ومع أصدقائه وطلبته وعائلته وقرائه الكثر ترحم بمسألة المشروع الثقافي المستقبلي في تونس التي تعيش مخاضا استثنائيا للنجاح في مسيرة انتقالها، وهي مسيرة معقدة نحو الديمقراطية. تبدو الثقافة بمعناها الشامل محورا أساسيا شاملا لابد أن نوليه كفاعلين سياسيين ومثقفين وجامعيين الأهمية التي تحوله إلى حد حقيقي وثقافي، من تظاهرات المناسباتية إلى جزء من الحياة اليومية. لذلك فنحن نعتقد أن كل مساهمة في هذا الإطار وضمن هي رؤية لا يسعنا إلا الشد على من يدفع باتجاهها ترسيخا وورعا لها ولموضع الناس. فجهد اليوم الذي يبذل من أجل ذلك، والأستاذ حبيب جنحاني يسهم من موقعه ومن خلال كتاباته ضمن صحافة القرب في هذا الجهد الجديد المضني
من خلال تقليد المفاهيم المعقده لاذهان عامه التونسيين منحا اياه فرصه لا تقدر بثمن لفهم صعوبات الانتقال من حب الوطن الى الوعي بقيمه المواطنه، وهذا مهم جدا. اذا بمحبه كبرى اشارك معكم الاحتفاء بهذه المدونه المهمه، هذه المدونه التي يطالعنا بها الاستاذ حكيم جنحاني منذ عقود، وهي اساسيه بناء لفكر تونسي نير ومتقدم، لانه يجمع بين المصالح والتحديث والحداثه، ويؤمن بضروره ان تلعب هذه الثقافه اساسا معرفيا وجدانيا وجماليا وانشائيا للانسان التونسي بصفه عامه والعربي كذلك. فمن خلال احتفاء هذا وهذا اللقاء وهذه يعني المطارح في الحقيقه حول وفي فكره الاستاذ حبيب جنحاني اكثر من معنى، لان وزاره الشؤون الثقافيه بحضورها طبعا هذا هو حضور معرفي وهو رمزي كذلك، احتفاء بالمعرفه واهل المعرفه، ولكن كذلك مهم جدا لان في رمزيات هذا الوجود ما يمكن ان يعطي لوزاره الشؤون الثقافيه هذا المنح الاساسي الذي يعيد الكتاب والمطالعه المكتبه العموميه بصفه عامه والقراءه وكل ما يتصل بالمعرفه والبحث وسياق الادب والتاريخ والفقه والعلم والعلوم الانسانيه بصفه عامه. كل هذا المنح الذي نريده له ونؤسس له جميعا في عالم تشيئ فيه الاصول والمراجع الاساسيه، وكأنها استبعدت او افردت افرادا، وكان من الواجب كذلك استرجاع المعرفه والكتاب والقلم والبحث بصفه عامه كاساسيات للفعل الثقافي. والاستاذ حبيب جنحاني من هذه الاعلام التي لا يمكن ان ننساها ولا يمكن ان تنسى ولا يمكن ان تغير، فهو حاضر بالفعل الثقافي، حاضر بالفعل الانشائي، وحاضر بالفعل البحثي، حاضر بيننا بما يكتب ولكن بما كذلك يرمز اليه من فكر النير ومن شخصيه فرده هو عاشر ذلك الله يرحمه، ربي يبقيه ربي يطول عمره، وهذا الاساس مشرط ما تونس تحتفي في حياة المفكرين وأصحاب الفكر والوجهة بهم وهم على قيد الحياة. وشكرا جزيلا للأخوة والأخوات على هذا التكريم الذي لا ينال حقيقة الأستاذ حبيب جنحاني فقط، بل تونس يعني بكل مثقفيها ومبدعيها وبأدبائها، وهذا احتفاء كذلك بالفكر العربي والوعي العربي بقيمة العلم وبكل الاداب والتاريخ والانسانيات بصفه عامه، وهو شان من يجمعنا اليوم وغدا، وهذا يعني مما ساهم فيه ولا يزال الاستاذ حبيب جنحاني. فكل التقدير له وللاسره الموسعه التي يمثلها الاستاذ حبيب جنحاني ولعائلته الكريمه التي اعد من بينها صديق حميد الاستاذ العزيز الذي اكن له محبه كبرى، رجل الدولة صبري البسوتشي، له مني ولكل العائلة ولكل حضور كل تقدير والمحبة، وإن شاء الله أعيادنا تستمر واحتفالنا بالعلماء تستمر وبكل الأدباء تستمر، لأن هذيك نبراس حياة الأساسي، وهذا هو المرجع الذي لابد أن نعيه كل واحد بالدفع والإسناد الذي حق بما في ذلك دور الحكومة طبعا كوزارة الشؤون الثقافية. شكرا جزيلا. يقول دكتور سعاد الصباح: الأحباء الأحباء يا أصدقاء الفكر والحب والإنسان، كم وددت أن أكون بينكم في هذا المحفل الرائع الذي أتشوق إليه بين عام وآخر، وفي هذا العام تضاعف شعور الشوق لأن رياحه تهب باتجاه بلد حبيب هو تونس الذي له في القلب مكانة كبيرة ولأهله مكان الصدارة. الأحباء الأحباء، للفكر فرسان وللكلمة مهندسوها، وما أجمل أن يمتد العطاء بالإنسان امتداد أنفاسه ليقدم للإنسانية أولا ولأبناء أمته ثانيا ما اكتشفته نفسه من رحيق العلم وثمار المعرفة وجنى الأيام. إن يوم الوفاء الذي بادرنا به منذ عقود لترميم علاقة المجتمع بمبدعيه وإلغاء الفكرة العربية التي ترسخت
وتمثلت في عدم تكريم المبدعين إلا بعد وفاتهم. فكان المطلب الملح بأن نحتفي بالقامات الكبيرة في وطننا وهم ينعمون بالحياة بيننا وننعم بعطائهم الفكري والعلمي. وكانت المحطة الأولى في الكويت عندما قمنا بتكريم الأستاذ الكبير عبد العزيز حسين كعلم من أعلام التربية والتعليم، ثم تنقلنا بين الأسماء والمدن، فشمل يوم الوفاء الأسماء التالية: الشاعر إبراهيم العريب من البحرين، الشاعر نزار قباني من سوريا، الدكتور ثروة عكاشة في مصر، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله الفيصل في المملكة العربية السعودية، ثم الدكتور عبد الكريم غلاب في المغرب، ثم الأستاذ غسان تويني في لبنان، ثم الدكتور صالح العجيري في الكويت. واليوم في هذا المقام أرفع رأسي أتطلع جهة الغرب ناحية تونس الخضراء لأجد اسم من يحمل مسماه فيطير بأجنحة الفكر ويسمو على بساط العلم، الحبيب الجنحاني، ذلك العلم الذي جمعني معه عمل طويل في مجال حقوق الإنسان ومنتديات ومؤتمرات وجمعيات ثقافية وسياسية متعددة، فكان نعم الزميل المخلص المحب لعمله وللإنسان. وإذا كان المرء يعرف بأقرانه وبأصحابه فهل يسأل سائل عن الحبيب الجنحاني وهو الذي نهل من أفكار الأقدمين والمحدثين وأعاد صياغة بعضها بما يتسق العصر الذي يعيش فيه أو الظرف الذي يحيط به؟ لا شك أن التواصل مع الحبيب الجنحاني في هذا التكريم يحقق صلة الرحم المعلقة منذ زمن بين الكلمتين العربيتين المشرقية والمغربية. ومن مزايا هذا التواصل أن نرى أقلاماً مخلصة تنبري لتقرير مستحق لهذا المفكر العلم من أصدقاء المحتفى به وزملائه. وتعود جذور التعاون بين دار سعاد الصباح والدكتور الحبيب الجنحاني إلى فبراير 1993 عندما تحولت دار سعاد الصباح إلى مؤسسة حسب القانون المصري، وتضمنت أنشطتها النشر والتوزيع في كل من مصر والكويت، وخصصت صندوقا لعلاج الأدباء، وقامت بتقديم المنح الثقافية للمبدعين وتكريم الرواد من الأدباء ومنح الجوائز بعد أن كان كل ذلك حكراً على الهيئات الحكومية. وتكون مجلس أمناء الدار يومها من شخصيات عربية مرموقة مثل الدكتور عبد العزيز الحجازي والدكتور سعد الدين إبراهيم والدكتور ثروت عكاشة والدكتور سمير سرحان وشاكر مصطفى وحنا مينا والدكتور عدنان شهاب الدين والدكتور سليمان العسكري والدكتور حسن الإبراهيم. وكان منهم ومعهم الدكتور الحبيب الجنحاني وآخرون، ولا أظن أن هذه الأسماء السابحة في قمة فضاء الثقافة العربية تحتاج إلى تعليق أو إضافة، فهم النجوم التي أضاءت المنارة للدار ومحبيها. ولم يقتصر التعاون على ذلك، فقد أصدرت دار سعاد الصباح للجنحاني لاحقا كتابا يحمل عنوان دفاع عن الحرية، أهداه إلى شهداء الحرية في العالم وإلى الشعوب العربية وإلى الشباب التونسي ليبقى يقظا زائدا عن ثورته. وكان الكتاب إسهاما في تشريح النظام الاستبدادي ونشر الوعي في صفوف الأجيال الناشئة في أساليب مقاومته. ولا أبد أن أسجل في هذا المقام كل آيات الشكر والعرفان لمعالي وزير الشؤون الثقافية الأستاذ محمد زين العابدين على رعايته الكريمة لهذه الفعالية، كما أشكر الأستاذة الدكتورة رجاء بن سلامة مديرة دار الكتب الوطنية على جهودها، والشكر لكل من حضر أو كتب أو شارك بوردة حب، كما أقدم الشكر للأستاذ عبد العزيز الحوطي القائم بالأعمال في السفارة الكويتية في تونس، ولكل الأدباء والأصدقاء المحتفى به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للحضور، شكرا للدعوة. الحقيقة ما كانش من برمج أن نتكلم دخلت، ولكن أشكر معالي وزير الشؤون الثقافية والأخ العزيز والأستاذ وصديقة الدكتورة رجاء سلامة على هذه الدعوة. أنا بطبيعة الحال حضورنا معكم أولا لتكريم، ويكون أيضا يشرفنا أن أحضر هذا الاحتفال بالدكتور الحبيب الجنحاني،
ولكن ايضا اود ان انتهز المناسبه اولا اصدر شكر لسفاره الكويت. انا اشتغلت مع الحرب وزاره الخارجيه ايضا في علاقات معنا الاصدقاء والبلدان خاصه العربيه نشتغل معهم، ونثمن حقيقه احاطتهم بمثل هذه المبادرات. لن اوفي الرجل حق قدره الحقيقه في الحديث عنه، لكن انا غير مختص في المجال اللي متخصص فيه الدكتور حلمي الجنحاني، ولكن دعوني اقول ان احدثكم شيئا ما عن ما تقوم به وزاره الشؤون الخارجيه، ربما يكون هذا اهم في هذا الاطار، لانه نحاول معالي الوزير ايضا كانت هناك مناسبه في ندوه السفراء انه حضر في نشاط وفي القسم المخصص للدبلوماسيه الحقيقه اعتقد انه مناسبه نحب نحطها في اطار ايضا لاحتفال الدكتور حلمي الجنحاني. ما ينقصنا ربما اليوم في سياستنا الخارجيه هو هذا البعد الثقافي. اعتقد انه كثير من الاخوه الحاضرين من الاساتذه والدكاتره اللي نحييهم بالمناسبه ونحيي وجودهم في هذه القاعه هو غياب هذا البعد في عملنا الخارجي فيما يتعلق بالمجال الثقافي. غياب هذا البعد ربما لانه ليست هناك صوره متكامله حول ما اعتقد انه بكل جداره نجم نتحدث على القوه الناعمه التونسيه. مفهوم السوفت باور هذا اللي هو مفهوم كل الدول اللي قاعده تشتغل عليه منذ سنوات، اعتقد ان تونس حان او الاوان ان نشتغل عليه، ولكن نشتغل عليه بصفه يعني تتشارك فيه كل الاطراف حتى تكون عنا في تعاملنا في الخارج البعد هذا. اليوم البلدان الكل في العالم الى جانب القوى الصلبه ومفهوم الهارد باور اللي كيما تونس واللي هي سوبر بيسونس في الدراسه الحقيقه في كل ابعادها الى حد الان لم يعني تهتدي الى تصور جماعي، ولكن شرعنا مع وزاره الشؤون الثقافيه اللي مشات معنا في مشروع هذه مشكوره، وهذا انتج اتفاقيه مع وزاره الثقافه انه كيفاش نشتغل مع بعضنا باش نحملوا هذه الخصوصيه الثقافيه التونسيه اللي فيها كثير من الروافد. والمرافضها اكيد ومؤكد انه اعلام وقامات تونسيه كما الدكتور حلمي الجنحاني يكون موجود في هذا التصور هذا، كل ما يمكن انه يحمل هالرساله الجديده هي جديده قديمه تتجدد في كل يوم الى اقصى اطراف العالم. احنا عندنا في حال السلك الدبلوماسي وعنا خاصة شبكة التنفيذ الدبلوماسي لحد الآن ما كناش يعني عنا هذا التصور كيفاش الجانب الثقافي يبدأ حاضر في كل البلدان العالم على الأقل وين موجودين، وهذا الحقيقة نقص كبير قعد إلى بعض الوقت معناها السابق ماهوش موجود بالكافية. أنا حبيت الحقيقة نعطيكم هذا التصور هذا باش نبداو مع بعضنا خلونا عندكم فكرة أن ماشي في الاتجاه هذا، وهي مناسبة أيضا بطبيعة الحال كما قلت لكم أنه من ساهموا في ويساهموا قاعدين ينجوا في ويشتغلوا على القضايا اللي فيها اللي بلادنا قاعدة بطبيعة الحال معناها سواء بارتباطها بالفترة الحالية وحتى في السابق، معناها كل من ساهم ويساهم في هذه الثقافة التونسية من واجباتنا احنا كأداة للسياسة الخارجية وخاصة الدبلوماسية التونسية أن نكون واعيين به، وبالخصوص نستغلوا الشبكة الدبلوماسية باش نطوروا وجودنا الثقافي، وهذا هام برشا وعلينا نشتغل أن الوجدان الجماعي هام أنه يكون حامل الفكرة هذه وحامل الرسالة هذه. كما قلت لكم أنا غير متخصص معناها باش نتحدث على تاريخ وإنتاج والقيمة العلمية والثقافية للدكتور حلمي الجنحاني وخاصة السياسية، ولكن أعتقد أن هذا الإصدار ربما من بين الإصدارات العديدة اللي عرض به
ويعرف قيمته العلمية. ولكن ربما اسمحوا لي أن يقول على المستوى العائلي، لأنه هو في الحال هو خالي يعني جنحاني ونفتخر بذلك. ولكن ربما حتى على مستوى العائلي أعتقد أن أنا موجود من عائلة هنا، وحتى من مدينة تقريبا ربما شطروني هذه الرؤية، أنه الرجل كان دائما أبدا ملتزم بقضايا الوطن، ولكن بقضايا الأمة بصفة عامة، لأنه العربية بالخصوص، لأنه كان دوما وإلى الآن وسيحمل دوما هالهاجس. هذا الهاجس يعني أنه دائما أبدا كان مرتبط وملتصق بهذه القضايا. وأنا أتذكر أنه يعني الكتب كل اللي كتبها ونتجاته كانت دائما وأبدا موجودة على يعني على الأقل في المستوى العالي، كانت عندنا فرصة أن نطلع عليها ونكون قريبا نتعرف منها ونهن منها. وهذا حتى على المستوى في حال ربما الضيق كان مساهمة كبيرة وهام، وهذا الحقيقة احنا نحييه في ذلك. علاوة في حال القضايا الهامة اللي لحد الآن معناها حاضرة فينا هي المسائل المتعلقة بالحداثة. دائما وابدا كان بطولة في الجبحاني ويظل وسيظل دائما ما يعني من القضايا اللي شغلته هي مسائل هامة، مسائل الحداثة واللي اشتغل عليها كثير، واللي هو دائما وابدا كما بينت الدكتورة سلامة انه كان ينبه دائما الى هذه المسائل والى هذه المشاغل، وكان حريص دائما وابدا ان تكون حاضرة في وجدان كل عام. كلنا نتمنى للدكتور الجحاني طول العمر، وخاصة أن يظل دائما أبدا كما كان يعني رافع لراية العلم والمعرفة، ودائما أبدا في الحال قريب من عيني. شكرا لكم. محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية. الأستاذ علي المسعودي ممثل الأستاذة سعاد الصلاح راعية يوم الوفاة. الأستاذ ممثل السفارة الكويتية. الأستاذ رجاء بن سامي المدير العام للمكتبة الوطنية. سيداتي سادتي، قبل حوالي 3 عقود من الزمن التقيت في عمان لتأسيس منتدى الفكر العربي. وكانت له رسالة فكرية سياسية وما تزال متواصلة. وبعد سنوات قليلة أسست الدكتورة سعاد الصباح في القاهرة منظمة ذات أبعاد متعددة، البعد الفكري والاجتماعي والحقوقي، وكنت ضمن مجلسها الاستشاري رفقة عدد من المثقفين العرب. من لا يعرف جانبا معينا في حياة الأستاذة سعاد الصباح أيام توليها رئاسة المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومساندتها لكثير من المنظمات النسوية ذودا عن حرية المرأة العربية وكرامتها، تساءل يومئذ يوم التأسيس هذا المجلس، تساءل يومئذ ما علاقة المجلس بطينة الطيب صالح الذي كان معنا والروائي السوري حن ميمة والحبيب الجنحاني بالأميرات. إن الدكتورة سعاد الصباح أميرة فعلا، ولكنها أميرة تؤمن بالحداثة والقيم الكونية، وترى أنه لا أمل في التقدم دون تبنيها وانتشارها في سقوف الأحياء العربية الأجيال العربية الجديدة. وكانت لها الشجاعة أن تقبل النشر المشترك لكتاب دفاعا عن الحرية، ومما جاء على غلاف هذا الكتاب أن الحرية لا تنزل من السماء بل يصنعها البشر عبر نضالهم الطويل فوق هذه الأرض. وجاء فيه أيضا يخطئ من يعتقد أن معركة الحرية تنتهي بالانتصار في الجولة الأولى. وجاء فيه أيضا المشكلة هي الحرية والحرية هي الحل. من أبرز
من أبرز ما أسسنا تأسيس صندوق لمساعدة المثقفين العرب عندما تتثاقل خطاهم ويحرمون حتى من ذكريات الزمن الجميل. بعث ذلك مؤسسة يوم الوفاء، ويتمثل في تكريم المثقفين العرب تقديرا لمسيرة طويلة من العطاء، ويأتي في مقدمتهم راعي التجربة التربوية في الكويت غداد استقلالها المرحوم عبد العزيز السيد. ثم بعد ذلك الشاعر الكبير نزار القباني، ثم بعد ذلك الإعلامي والسياسي غسان الطويلي وغيره من الراحلين، واللهم نسألك السلام. إن أنسى هنا لا أنسى شكر المدير العام للمكتبة الوطنية ومن يتحلق حولها من جنديات الخفاء، وهنا يتسمى باللياقة والكياسة. أما أصحاب الدراسات فهم من منحوا الكتاب ثراءه الفكري وأدخلوا على صاحبه اطمئنانا إذ أشعروه بأنه لم يغادر الحق. شكرا. أن نعيش لحظات من الزمن يقدم فيها عنقود العنب إلى المبدع وهو عائش بيننا. لا أحبذ استعمال كلمة حي لأنها تحيل بسرعة إلى نقيض. يعيش بيننا إذن والآن الكاتب والمفكر الدكتور رحيب زنحان. ونلتقي نحن محبيه والمتقاسمين معه عبء القلم وما يسكره البيان لنحتفي به كائنا تونسيا سخيا العطاء. نشر العشرات من الكتب والمئات من الدراسات والمقالات في دوريات عربية وتونسية وجرائد أيضا. وصديقا نادر الوفاء، أقول الوفاء ليس من قبيل السجع أو طلب السجع في الكلام، بل على سبيل الاعتراف بوفاء سي الحبيب للمنظمة التي كان من المساهمين في تأسيسها منذ 47 سنة، وها هو إلى الآن يحافظ على علاقته بها بحنو أبوي مؤثر. فهو منذ عرفته في اتحاد الكتاب التونسيين 15 سنة خلف كان ولا يزال من أحرص الأعضاء على دوام هذه العلاقة، رغم تباين مواقفه في فترات معينة مع مواقف مسيريها. أسوق في هذا الصدد أن هو في بعض الفترات كان جاءه بعض الكتاب من أعضاء الاتحاد الذين كانت لهم وجهات نظر مخالفة لوجهات نظر مسيري الاتحاد في ذلك الوقت، ويعرفون أفكار سي الحبيب ومبادئه وطلبوا منه أن يستقيل من الاتحاد، فأبى لأنه يؤمن بضرورة المحافظة على منظمة شاركة في تأسيسها، وبمثل هذا التفكير تواصل وجود اتحاد الكتاب التونسي. وبمثل هذا الحرص من سي الحبيب وأطرافه بقي الاتحاد واستمر وتطور أداؤه وصمد في وجه عديد الأزمات. وبسي الحبيب ومن هم في مثل مكانته ووفائه خط الاتحاد وسيواصل مساره، وبه وبهم سيستمر في العطاء وفي تذليل الصعوبات التي عادة ما توضع في طريقه وفي أحيان كثيرة بتعمد بائس وجهل أيضا بالتاريخ. ووجود الحبيب معنا ووجود عبارة من مؤسسي اتحاد كتاب التونسيين في سيرته أينما وجدتها دليل على أن اتحاد التونسيين منظمة عريقة وستظل فاعلة. إن وقوفنا بإجلال اليوم لأحد المؤسسين والفاعلين في المشهد الثقافي في بلادنا لسنوات طويلة هو من صميم وعينا بضرورة استحضار التاريخ في أذهاننا باستمرار. هنالك واقعة أخرى أريد أن أسوقها، وهو أنه سي الحبيب من مؤسسي الاتحاد وهو من الهيئة الأولى المنتخبة في سنة 1972 والد. في ذلك الوقت
في اجتماع دائم ودائم الاتحاد التونسي طبعا لم اكن معهم، فجاءت رساله الى الهيئه المديره من كاتبين، احدهما توفي رحمه الله والاخر ما زال حيا، يطالبان الهيئه بان تتخذ موقفا الى جانبهما لتعرضهما الى عديد المضايقات في ذلك الوقت بسبب طبعا التفكير. والواقعه بين الظفرين رواها لسلاح به ذات مره. فبعض الاعضاء من الهيئه المديره في ذلك الوقت تعللوا بكون هذين الكاتبين هما ليسا من اعضاء الاتحاد، ولسنا في حاله الى اتخاذ موقف للدفاع عنهما وربما واحراج انفسهم. ولكن سي الحبيب استمات في الدفاع في ان تتخذ الهيئه موقفا الى جانبهما باعتبار ان النظام الاساسي لاتحاد كتاب التونسيين في احد بنوده في الذود عن حريه التعبير. اذا دعا الهيئه المديره في ذلك الوقت للالتزام بنص القانون الاساسي الذي يجمع اعضاء الهيئه واعضاء الاتحاد مع بعض. كبير انت اذا يا سي الحبيب وما زلت استاذنا، وكبار هم الذين فكروا في تكريمك اليوم وفي هذا الصرح المعرفي العظيم الذي يحفظ ذاكرتنا الوطنيه. واخر الشكر لهم للسيد وزير الشؤون الثقافيه لحرصه على الحضور بنفسه في هذه المناسبه الرائعه، للمشرفين على مؤسسه دار سعاد الصباح للنشر، لاستاذتي الرائعه مديره المكتبه الوطنيه طبعا استاذتي لاني درست عندها واعتز بذلك، الاستاذه الدكتوره رجاء بن سامر، وكثير من الامتنان لجميع الحضور الذين يشاركوننا الان هذه اللحظات السعيده. دمتم جميعا اوفياء ومبدعين ومتعلقين بالحياه، وشكرا لكم. حضرات السيدات والسادة، يشرفني أن أشارك أمامكم بكلمة أذكر لكم فيها كيف عرفت حبيب جناح. عرفته في الأول بالاسم لا بصحتي والجسم، رغم أننا من بلدة واحدة، ولقد كانت كبرى أخواته أمد الله في أنفاسها تسكن حينا، حي الصيادين، وكان زوجها وهو من أبناء عمومتها ينتهي إليه أكثر السمك الذي يصطاده أهل البلدة ليروجه بالسوق المركزية بتونس العاصمة. وكان بدر هذه الأخت رحمة الله عليه وهو من أدراره يحدثنا عن خاله ويفخر به علينا، ناسبا كل ما لديه مما لم نكن نقدر عليه إلى أفضله، حتى أنه جعل وقد حسالت لعابنا كرة جديدة جميلة أن خاله رمى بها إليه من الطائرة عند مرورها فوق أجواء بلدتنا، وكنا ندرك بفطرتنا أن حديثه مذهب في التباهي وإمعان في إغاظتنا بأن ليس لنا نحن أقربه أخوال في مقام خاله. ومرت الأيام وكبر الصبيان الذين يقضون جزءا من حديثهم في التزيد والكذب، فرأيته أول مرة سنة 65 و900 وألف، سنة إحرازي على البكالوريوس، رأيته ينزل في إزار قشيب إلى الشاطئ المقابل لمنزلهم، وفي بعض الدور التي تبدو للناظر في الماء غرقا فتيات جميلات وصبايا متأهبات حالمات. وعرفت من حديث الناس أنه يدرس بألمانيا شرقية في جامعة من جامعاتها المشهورة هي لايبزيغ
وأنه على أبواب إنهاء أطروحة الدكتوراه أو ربما أنهاها. فعرفت أنه حالة تكاد تكون فريدة في بلدتنا، وأدركت عمق التحول الذي استطاع أن يتكبد مشاقه من متعلم في مسار تقليدي مغرق في المحافظة والرواية، بعيد كل البعد عن العصر وما يدفع به من علوم ومناهج أساسها الدراسة. وكاد التيار يجرف الطالب ويميت فيه كل توق إلى الحرية والمعرفة الحق. فلقد عرفه بعض لذاته في شبابه الأول في طيلسان يشبه طيلسان الدراويش، بلحية كفة وهيئة لا تختلف كثيرا عن هيئة فقراء الزوايا والرباطات. ولأمر ما ذكره بالتفصيل في سيرته انتبه إلى أن الطريق التي انتهجها طريق مسدودة، لا يمكن لمن أراد أن يدخل عصره ويكون ابن زمانه أن يواصل السير. وكانت مدرسية أغلب أصدقائه في البلدة من جيله سببا في هذا المنعرج الحاسم، فهم بين منتسب إلى الصادقية ومنتسب إلى معهد كارن أو المعهد العلوي ومنخرط في السوربون أو في كلية الطب بباريس. وكان عند اللقاء بهم يقارن ما بذات يده بما في ذات أيديهم، فينكشف له اللون الفاصل بين ما تمدهم به المدارس العصرية والجامعات الشامخة بعلمها ليندسوا في العصر ويدركوا ما يعد به من فتوح علمية جمع، وتواضع ما غنمه من تعلمه التقليدي من معارف لا تهيئ الإنسان ليعيش مغامرة الترقي الحضاري والتقدم، لأنها علوم مقصورة لا يتجاوز نفعها أهلها، وليس لها في العصر موضع قدم ولا تصلح أن تكون مساهمة في عملية التبادل الثقافي بين الشعوب والأمم. كما كان الالتحاق بالمكتب العلم ليها ومن جرى عن عمله في قسم المخطوطات على وجه الخصوص فضل إفادته إلى الخارج للاطلاع على ما يتوفر لغيرنا من فنون حفظ لها للمخطوطات وترميم ورتق، ومن حسن حظه أن سافر إلى باريس فوقع في شراكها وعاش كما عاش الكثير منا قصة الانشداد إليها وعشتها. وفي باريس ازداد اقترابا من بعض أبناء بلدته اللامعين، ومنهم من تسنم في اختصاصه مراتب عالمية كالبروفيسور منجي بن حميدة رحمة الله عليه والبروفيسور شادي مزكورة رحمة الله عليه أيضا. ومن هذين الصديقين عرف أن العلم الحق ليس بمانع من ممارسة السياسة بمفهومها الواسع ومن الانخراط في هموم الوطن والشد على يد النصح من أبنائه لبنائه بناء يستجيب لما يملأه من قوة. فلقد كان الأول أي سيمون بن حميدة يساريا ذائع الصيت في أوساط طلاب شمال إفريقيا بباريس، وكان الثاني أي سيشادي مذكورة من مناصري الثورة الجزائرية ومن الذين ساهموا في إيصال الأسلحة إلى جبهة التحرير وإن أدى ذلك إلى السجن فترة. انسلخ الفتاة من الوظيفة، وأستعمل الفتاة لأن سلحديد يشير إلى نفسه بالفتاة، انسلخ الفتاة من الوظيفة وعاد إلى الطلب، تعلم اللغة الألمانية وانخرط في دائرة المستشرقين والمؤرخين المشاهير في هذه الجامعة العتيدة التي حدثتكم عنها، فعرف ما استحدث من مناهج بحث
وتدرب على قراءة النصوص القديمة وتأويلها للفوز بما فيها من دلالات ما ظهر منها وما بطن، وشد انتباهه في اختصاص التاريخ التاريخ الاقتصادي. وليس الأمر بغريب في جامعة مرموقة في ألمانيا الشرقية في ذلك الوقت. ورجع إلى بلاده، ورغم أن المؤسسة الجامعية آنذاك لما تتعود على مثل هذه المسارات والتحولات التي تنقل الإنسان من تهجد حلقات الذكر ورقص الدراويش إلى إيقاع العصر ورقصة الكازاتشوك التي كانت بالنسبة إلى الخلص من أصدقائه دليل التحول وأمارته التي لا تكذب، في ليلة أراهم الحبيب فيها باعه في هذه الرقصة وفي الإقبال على مهيئاتها. فقد عين في السنة الجامعية 65-66 بمدرسة ترشيح الأساتذة المساعدين مقصورة الالتحاق بالجامعة، لكنه غادرها لإقامة قصيرة بليبيا بالجامعة الليبية، ورجع إلى تونس والتحق بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بقسم التاريخ، فأصبحنا زملاء زيادة على كوننا من بلدة واحدة ونسكن حيا واحدا في بلدتنا. لم يعد إلى تونس مؤرخا فقط، وإنما حاول بشيء من الإصرار والجرأة أن ينخرط في الشأن العام وأن يكون مثقفا يحلم بما حلم به ذلك الشاب الإيطالي فيما استدرك على الماركسية وفي كراريس سجنه التي نظر فيها لما أصبح يعرف في المصطلح السياسي الثقافي الاجتماعي منسوبا إليه هو مفهوم المثقف العذر. كانت جلوسه في الجامعة بشهادة طلبته المساهمين في الكتاب التكريمي متجهة إلى ما يعتبره الأستاذ أسا مكينا في حركة التاريخ ومسار الحضارة، بل وتخطيط المدن وإقامة المسالك الرابطة بين الممالك وهو الاقتصاد. فأصبح معروفا في جمعية مؤرخين العرب التي رأسها لوقت طويل الأستاذ الكبير المرحوم عبد العزيز الدوري باهتمامه بالتاريخ الاقتصادي للعالم الإسلامي بوجه عام ولبلاد المغرب بوجه خاص، من سجلماسة إلى بلاد قسطلية، وله في هذا الموضوع مؤلفات ومشاركات لا غنى للجالسين والباحثين عنها، كما أشرف على أعمال منخرطة في هذا التوجه. وإلى جانب التدريس انخرط في الحزب الحالي وفي نقابة التعليم العالي وهو من مؤسسيها الأول، في وقت كان فيه الانتماء إلى الجامعة فوق كل انتماء، وكان المنخرطون في صفوف الحزب الحاكم لا يقل تمسكهم بحرمة الجامعة وإصرارهم على حرية المعرفة عن تمسك زملائهم وإصرارهم من المستقلين أو من المنضوين في صفوف اليسار المعتنقين بأطروحاتهم. رأس الملحق الثقافي التي تصدره جريدة الحزب الحاكم العمل، وتناول في افتتاحياته قضايا متنوعة بقي في أذهان الناس منها بالخصوص حركات الانشقاق التي كان بعض الكتاب والعلماء يعبرون بها في روسيا والاتحاد السوفيتي عن عدم رضاهم على أساليب التوجيه والتحكم وخلق الحريات التي يمارسها النظام. وإلى اليوم يذكر الناس سينيابسكي ودانيال، ويذكرون سخاروف وصاحب البولارد سولينيتسي عن طريق كتابات الأستاذ الحديد. ولكن اختلف القراء في تحديد السبب الدافع إلى هذا الاهتمام، فإن هذه الكتابات كانت تباشير توجه سيلازم صاحبه في كتاباته السياسية، وهو الدفاع عن الحرية والسياسة المدنية الضامنين للكرامة الإنسانية. ولابد من أن أشير هنا أن الذي عشرته وقرأت له تقريبا كل ما كتبه من الإشارة هنا إلى أنه يمتاز بنهج في التعبير عن أفكاره يتسم بكثير من الاتزان وتجنب الشطط
مما قد يعده بعضهم مبالغة في الحذر إلى حد تدجين الفكرة، وما ذلك بصحيح، فلصاحبنا بلاغة خاصة قوامها استدعاء القراء إلى تجاوز ظاهر النص إلى مضمره، والتدرب على إنطاق المجازات بمغلق المعاني، فالتعريض والتورير والتمثيل كلها أساليب استعملها صاحبنا عندما كان يكتب في أجواء خانقة، كان يكتب دفاعه عن الحرية الذي نشرته مؤسس السيدة الصباح. والمتتبع لما يكتب يدرك أن نصوصه التي كتبها في باريس عن باريس وأحيائها ومقاهيها لا تعدو أن تكون لتعبيرا عن توق عالم إلى ما يفتقده في وطنه، ومن ثم فهي نقد مباشر للحاكم ولكل المتنفرين من زبانيته، وهي كلمة يحبها الأستاذ الحبيب. ولا تخفى على العالم دلالة اهتمامه البالغ بمقهى الفلور وبالرمز السامي الذي يحمله هذا المقهى تاجا على تاريخه المجيد، وهو رمز التحرر في كل أشكاله ونزول الفلسفة إلى الشارع لمقارعة السياسة. وأصل الآن إلى هذه السنوات الأخيرة وهي موضوع مشاركتنا في هذا الكتاب، ولذلك لن أطيل القول فيها، وإنما أكتفي بالإشارة إلى نقطة رئيسية كانت عماد نقده لحياتنا السياسية، لا سيما في فترة ما سمي بالترويكا التي كانت حركة النهضة قطب رحاها، أي قطب رحى الثالوث، يأتمر الكل بأوامرها ويسعون إلى طاعتها. فكان نقده للإسلام السياسي دفاعا عن الدولة المدنية والقوانين الوضعية والاختيارات المجتمعية والمؤسسات المالية العصرية من أعمق ما نشر وأدقه تأثيرا، لأنه يستدعي النصوص القديمة التي كان هؤلاء يغيبونها ويمتقها ويضعها أمام الناس حتى يفهموا إلى أي حد يصل بالسياسي الدجل المعرفي. وشكرا لكم. أن يتحدث بعد كل هذا الزخم الذي تفضل به الأستاذ حمادي، وأعتقد أن فيما قدمه جوانب أيضا مما سأحاول أن أثيره في هذه الرحلة القصيرة حتى لا نكثر أو لا نتجاوز الوقت المفترض بالنسبة لهذه الجلسة الجميلة. طبعا أود في البداية أن أشكر الزملاء الذين ساهموا معي وتفضلوا بتقديم مداخلات قيمة ومهمة جدا تتصل باهتمامات الأستاذ الجمحاني، سواء كانت اهتمامات في مجال الفكر أو في مجال التاريخ والمعرفة العالمة. ومن بين هؤلاء يحضر بيننا اليوم الأستاذ الفاضل سي محمد حسن، هو واحد من أعمدة التاريخ الوسيط في الجامعة التونسية، كما اشترك معنا وساهم أيضا الأستاذ مصطفى الوهيبي، وهو واحد من أعمدة الشعر العربي المهمين والذين قدموا رسالات مهمة في الجماليات والكتابيات وكذلك الجوانب المعرفية. ساهم معنا أيضا سي عمر الحمادي، وهو واحد من أيضا من كبار المهتمين بما اهتم به الأستاذ الجنحاني، وخاصة في الفترتين المرابطية والموحدين. إذن سوف لن أتحدث عن كل هذا، أنا لست مختص في التاريخ الوسيط، اختصاصي هو التاريخ الحديث والمعاصر، فما سأتحدث عنه هو تجربة شخصية مهمة جدا أعتقد أنني اكتشفتها مع الأستاذ الجنحاني، اكتشفتها وعدت اكتشافها له، لأنه قد يبدو أنه قد نساها، لكنني حركتها تحريكا من خلال ما قدمه لي
طلبت منه يوما أن يقدم لي مقالاته القديمة التي كتبها وهو شاب في الثلاثين من عمره. قلت له ماذا إنجاز، ما هي المقالة؟ أين توجد؟ موجودة في السودان، موجودة في المملكة الوطنية، موجودة في أي مكان؟ قال لي أنا أملك هذه المجموعة. جيد، قلت له جيد، هذا أمر يعني جيد، هل باستطاعتك أن تقدم لي هذه المجموعة؟ فتفضل، وقدم لي 60 عددا. أعتقد أنه من الهام أن تكون هذه الأعداد موجودة في الأرشيف ناسيونال وإلا في المكتب الوطني. مهم جدا أن تكون هذه الأعداد موجودة، وطلبت منه ذلك. لماذا؟ لأنها تبين لنا العمل الذي قام به المؤسسون بالنسبة لما يمكن أن نسميه بالثقافة الوطنية، بناء عملية مخبر بناء الثقافة الوطنية بكفاءات تونسية. الأسماء البارزة، أغلب الأسماء البارزة في مؤخر الخمسينات وبداية الستينات أو والستينات بشكل عام كانت حاضرة بأقلامها وبآرائها وبأفكارها ضمن هذه الأعداد. هذه الأعداد شكلت كما قلت تجربة بدأت من 9 جويلية 1965 وانتهت يوم 7 أكتوبر من سنة 1966. قصيرة، يذكرنا بورقات في الصحافة في التسعينات، أوائل التسعينات، هناك من شارك في هذه التجربة أيضا بيننا الآن، وهم يعلمون جيدا ما الذي حصل. تنقطع هذه المساهمات فجأة هكذا لأنها تتجاوز سقفا لابد من الوقوف عنده وعدم التجاوز. اليوم نتحدث براحتنا ونتكلم هكذا، لكن هؤلاء الذين عاشوا هذه التجارب يعلمون جيدا صعوبة هذه الأشياء ويفهمون ما الشيء الذي يمكن أن يؤدي به مثل هذه المساهمات أو مثل هذه الأعمال التي تبدو تتحدث على الثقافة، تتحدث على الفكر، لكن شفرتها تتجاوز الثقافة والفكر لتحيل على جوانب مهمة في الحياة العامة للأشخاص وتدفع الأشخاص إلى أن يعيشوا شيئاً مختلفاً عن البحث عن الخبز والجري وراء إنشأنا الأشياء البسيطة أو كما تقول إحدى الروايات البنغاليات إله الأشياء البسيطة، البحث عن إله الأشياء البسيطة، يعني هذا الذي يطحننا طحناً ولا يترك لنا مجالاً أن نفكر فيما نعيش. الجرحاني أو الأستاذ حبيب الجرحاني قدم لنا صورة عن هؤلاء. هؤلاء الذين كتبوا في ماذا؟ كتبوا في أشياء بدت لي مهمة جداً. افتتاحية أو إحدى الافتتاحيات التي كتبها الأستاذ الجرحاني يوم 20 أوت 1965، حملت إنشأنا استعارة مهمة جدا قدمها جوت للشباب الذي يريد أن يكتب شعرا. ماذا يقول جوت؟ يقول qu'on s'en tienne au courant de la vie et qu'on s'y prouve dans l'occasion car c'est ainsi qu'il se vérifie dans l'instant même si nous sommes vivants et dans la méditation postérieure si nous étions vivants. وترجم: يتعين أن نعيش الحياة وأن نتحمل صعوباتها، فليس هناك من سبيل آخر نستطيع التثبت في الآن والساعة من خلاله هل نحن أحياء، وحال تأملنا لاحقا لما عشناه هل كنا أحياء. هذا الكلام مهم جدا، يبدو إن شئنا مكثفا كحديث شعراء، لكنه في الحقيقة يدل على شيء مهم: كيف نصبر ما عشناه؟ كيف نفهم أننا نعيش أو أننا لا نعيش؟ الأستاذ جرحاني بدأ بهذا وطلب من زملائه في تخصصات متعددة أن يدلوا بدورهم في هذا المجال، وكانت مساهماتهم متعددة. طبعا هذا الكلام هو نفسه يذكرني بأشياء مشابهة كتبها مثلا واحد من رواد الحركة الوطنية وهو صاحب كتاب مفتاح التاريخ، بشير صفر. يترجم بالتونسيين في الخلدونية، في الخلدونية عفوا، معركة جول سيزار مع بومبي. يقول في الكتاب: يقول سر ولا تخف، فإنك تحمل
قيصر وسعده، ثم يذكر في مجال آخر وصلت رأيت انتصرت. هذه المعاني تبدو مكثفة لكن مدلولها يعني كثيرا بالنسبة للتونسيين الذين عاشوا المرحلة التي درس خلالها البشير صفر بين 1907 و 1914 في هذه المدرسة، عفوا بين 1896 و 97 إلى حتى تقريبا 1907. المهم بالنسبة إلي أن هذه المشاركات التي قدمها أصحابها والتي يمكن أن نذكر من بينها مشاركة تلفت النظر، هي مشاركة قدمها واحد من أساتذة الفكر لدينا وهو واحد من زملاء الأستاذ الجنحاني، وأتحدث طبعا عن زميله في التخصص وكذلك زميله في الجامعة الأستاذ هشام جعيد. الأستاذ هشام جعيد في واحد من مقالاته ضمن هذا الملحق يكتب التالي، إذن يتحدث عن ما يسميه بالقدرة، وهنا كلامه، القدرة التكنيكية للتونسيين على مؤامرات الصمت وغض الطرف على مجهود الغير وانتقاصه والحط منه ومطالبتهم أبناء وطنهم المتوفرين على استعداد لأنوار العبقرية، هكذا يقول جعيطان، بأكثر مما يطالب به غيرهم شرقا وغربا، فعليهم أن يكونوا مثل فريدريك إنجلز لتسحب عليهم منزلة جول لاشلي، وأن يكونوا مثل جون بول سارتر لتمنح لهم منزلة سيمون دو بوفوار. يعني هذا الكلام يدلنا حقيقة على واحد من أمراضنا العديدة، نحن لا نحتفي بما فيه الكفاية بما نعمل، يتعين أن نحتفي بهذا وأن نجعل منه خبزنا اليومي، لأن هذا الأمر يحولنا إلى أمة، وإلا فسنبقى مثل القبائل التي تتطاحن مع بعضها البعض، لا ترى لغيرها نصيبا في الوجاهة في أن تكون موجودة مثلها. هذا العمل أعتقد أنه مهم جدا. طبعا لا أريد أن أستفيض في هذه المعطيات، تحدث الأستاذ حمادي عن الخطاب المشفر الذي وجه لأصحاب السلطة من خلال المحاكمة أو المحاكمات التي تمت لأدباء سوفييت حاولوا أن ينشروا أعمالهم في دور نشر غربية مثل اسمه دانييل، يولي دانييل. طبعا اللي يهمني أنا في يولي دانييل هو ماذا؟ هو لغمه، هذه الرواية التي كتبت ونشرت في دار نشر غربية وحملت اسم هنا مصر. عندما نتذكر الأعمال، العديد من الأعمال المسرحية التي كتبت ليس كذلك في البلاد التونسية، نفهم تماما إلى من يوجه هذا الخطاب. هذا الخطاب وجه مشفرا لأصحابه، بلغت الرسالة وقطع حبل الود، وانتهت هذه التجربة بشكل غريب. أربع افتتاحيات يقدمها الأستاذ جنحاني لترجمة المحاكمات التي تم نقلها عن جريدة الموت. بعد هذه الأربع افتتاحيات ينتهي كل شيء، تقطع الدولة هذه التجربة وتنتهي. لكن الذي يهمني هو أن هناك تجربة أخرى تمت بعد ذلك، هناك محاولات أخرى تمت بعد ذلك، وهذا الأمر مهم جدا بالنسبة للجامعين. الأستاذ الجنحاني لم يكن جامعيا فحسب، والأستاذ الجنحاني يعني بنى نفسه بنفسه، شارك في الحياة العامة عندما كان الآخرون يظنون أنهم تقنيو معرفة، تحول إلى مثقف عندما كان الآخرون يظنون أنهم مثقفون بالضرورة، لا وجود لمثقف بالضرورة، هناك مثقف يناظر يعمل يكتب ثم بعد ذلك يمكن أن يسمى كذلك، وليس الجامعي الذي يشتغل على معارفه حتى وإن ارتفع مقامها، لأن الجامعي هو تقني معرفة بالضرورة، هو رجل صانع سيتنغتزون، لكن النضال مسألة أخرى. الأستاذ جنحاني أظن أنه فهم ذلك ومبكرا، انقطع عن الكتابة المعرفية لأسباب هو يشرحها، هو أدرى بها من غيره، لكنه اختار الطريق الأخرى وأبلغ فيها فيما أعتقد قربنا كعرب، حاول أن يضم شتاتنا عندما كنا مختلفين مع بعضنا البعض،
أوجد لذلك ركناً قاراً يصل إلى أغلب المثقفين، إذا قلنا المثقفين القاعدين المطلعين الذين يريدون أن يتحولوا إلى مواطنين، استمعوا قرأوا كلامه في جريدة انشئنا أغانتيراج، يعني جريدة انشئنا قريبة من الناس، لم يختار جريدة انشئنا طبيعها نخبوي أو لها خط تحريري معين، اختار جريدة تستطيع أن تبلغ ذلك لكل الناس، و تمكن من بناء كتابين مؤلفين هامين من خلال هذه التجربة التي يواصل الكتابة فيها. أشكره وأشكر الحاضرين. شرفتونا اليوم في المناسبة والفرصة السعيدة، تحية خاصة للمنظمة الكويتية وتحية للدكتورة سعاد صبيح اللي أنا نثبت من صغري نتفرج على الكاسات مع الرياشات الشعر متاحة. شكرا للمسؤولين الحاضرين اللي منهم العائلة. اليوم نيش نتكلم على الطائر الحرية، الكتابات اللي عملها والاختصاص متاعه، لكن مش نتكلم على الطائر الحرية الأب. مش سهل مش لاحق تتكلم على البو متاعه، خلنا نجم نقعدوا ثلاثة أيام أربع أيام وما نوفاوش، وهو توا حريص إنه ما نطولوش عليكم وما نتعبكمش ونزيدوا نفرحوا بيكم أكثر من بعد. دونك اليوم نحب نقول حاجة، يعني كيف نسمع الشهادات هما شهادات أصدقاء يعني بابا، لكن هما أصدقاء العائلة، يعني دكتور حمد زمود يعني صديق بابا وصديق ليا زيادة، يعني من الناس اللي وقفوا معايا في البكالوريا اللي أنا تعبت فيها شوية، اسمه حمد كربول كيف كيف على بالنسبة ليا كيما عمي، يعني فما أصوات دربت عليها وأنا صغيرة، صوت الإعلامي الكبير اللي كان نسمعه ياسر في التليفون، هذولي صوته يعني رائع، وهذولي هذا اللي غرمني اليوم بالإعلام، عادل يوسف رحبوا بيه، أستاذة جاي خاطر بابا كان عنده يعني من الميزات نتاعو يقرب الناس ويرى به في الناس، يعني كان وقت يشجع فيها على الدكتوراه ياخذ الاكزامبل نتاع دكتوره رجاء بن سلامه والحرص الحرص نتاعها اللي هي عامله دكتوراه بخصوص الدكتوراه مختلف دكتوراه دوله وكان عندها يعني اختصاصات متعدده. يعني الوفاء هذا عشته معاه وعلمه لي، علمني التسامح، علمني العمل، علمني الجديه. كنت نتفرج عليه في المكتب نتاعو، كانت غرفتي مقابله المكتب نتاعو، يقعد يشعل الصباح، يعني مكانتها نتاع الصباح هو يعمل، وكان يكتب بالآلة وحده، يعني ويقوم ستة نتاع الصباح باش يقوم بالشؤون العائلية، كان عازم باش يكون أب، معناها يعني على قد ما هو يعني كان في العمل نتاعو يعني باسيوني، كان في العائلة كيف كيف باسيوني، وكان يقول لنا احنا زوز بنات عندي عين هي بنتي هذه وعين بنتي هذا، يعني الإنسانية اللي عشتها وخاطلها اليوم القيم الثابتة اللي عطاهم يسلاح في الحياة كانوا من عنده هو، ومنعرفش كيفاش نجم نعبر له على الشكر. من أحسن وأروع ما سمعت منه اللي واحد يصمد للعمل مدى الحياة، وأنا نقول له واصل العمل، يعني هذا اللي عودنا عليه وما تقفش وما يعني هون اليوم نقول لك والعاوض لك النشاط مازال مستمر.